بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود اليوم ونتحدث عن حي آخر من أحياء مدينة الخرطوم. الليلة الكلام حيكون عن الجريفات، جريف غرب جريف شرق. جريف غرب هو محاذي للنيل من الجهة الغربية، والجريف شرق محاذي للنيل من الجهة الشرقية. الجريف غرب يقال أنه جريف غرب ده كانت المساحة اللي فيها هسع الرياض، المنشية، أركويت، ويستمر لغاية جبرة، بل يقال لغاية جبل أولية. المساحة دي كلها كانت فاضية وكانت تابعة للجريف غرب، وكانت مراعي لمواشي وأغنام أهل الجريف. قديما كان اسمها السواقي، وكانت سبعة سواقي، والساقي نمرة سبعة دي في حدود سوبة. هذه السواقي كانت عبارة عن مزارع يمتلكها أهل سوبة. من الصعب جدا تحديد زمن محدد أو سنة محددة لنشأة الجريف. يقال أن الجريف أساسا هي كانت تابعة لمملكة علوة. لما قامت الحرب ما بين عمارة دنقس وعبد الله جماع ضد العنج، عبد الله جماع كان جيشه أساسا مكون من هذه الإثنية أو من سكان الجريف، تحالف مع عمارة دنقس، قضوا على مملكة علوة. جيش عبد الله جماع قعد في المنطقة دي، ولأنهم طبعا من العرب، العرب يعني ما بحبوا الجمود، ما قعدوا في سوبة بعد خراب سوبة، إنما استقروا في المنطقة بتاعت الجريفات. وعمارة دنقس بناسه مشى على سنار. اختلفت فعلا الروايات. الرواية الأولى بتقول الفونج قاموا اقتطعوا حتة من الأرض لرجل اسمه يعقوب ابن مجلي، فقام نسب التأسيس لهذه المنطقة ليعقوب ابن مجلي، والكان برضو بيلقب بضنب العقرب. في رواية تانية بتقول عبد الله جماع لما جمع ناس وقبائله دي في لمحاربة العنج، جمعهم في المنطقة بتاعت الجريف دي. الرواية الثالثة دي جات من الناس الكبار في الحي، الناس المعمرين في الحي، قالوا حصلت مشكلة ما بين أهل الجريف وما بين الفنج اللي كانوا ساكنين في سوبة، وكانوا يظنهم بيعنوا الفنج الحمر أو العبد الله بالتحديد. المشكلة كانت في الزراعة، وكادت أن تصل لمرحلة الحرق، فقام تدخل ملك الفنج وحكم لأهل الجريف بالأرض اللي أصلاً حصل فيها التنازع. فبقى دي واحدة من الروايات اللي بتأصل لتأسيس الجريف.
الجريف والجروف والجرافة كلها مشتقات لمفردة واحدة، وهي لما النيل يفيض بيطلع من مجراه على ضفتينه بينشره، لما ينحسر الفيضان بتنزل الموية اللي انشرت دي لمجرى النيل تاني. الحتات النزلت منها الموية دي تسمى الجروف. أنا والله عندي جرف في الجروف القصاد الحتة الفلانية، ده حقي براي، لكن كجملة بيبقى جروف. فالاسم جاء من الحتة دي. أساسا الجريف كان شرك، كان غريب، محدات النيل في الفيضان بفيض بيزحف على شاطئيه، ولما ينحسر بيخلف أرض زراعية صالحة جدا جدا للزراعة وتسمى الجروف. برضو الأرض الجريرة بتاعت البحر دي بيستخدموها الناس في صناعة الطوب الأحمر، فالجريفات من المناطق فعلا كانت مصانع للطوب الأحمر. الأحداث المهمة اللي حصلت في الجريف أيام حصار الخرطوم، كان الأمير الحاج بقرجة أحد قواد المهدية كان بحاصر الخرطوم من جهة الجريف دي، فقام تعرض لهجوم من سفن غردون اللي كانت راسية على النيل، وللأسف الشديد هزمت قوات غردون الحاج بقرجة، لكن وصلوا مدد بعد ذاك من الإمام المهدي عليه السلام بقيادة الأمير عبد الرحمن ود النجومي. أمر الأمير عبد الرحمن النجومي على أبو قرية، وهو كما يقول التاريخ أمير أمراء الثورة المهدية أو أمير أمراء حصار الخرطوم. الأمير عبد الرحمن النجومي هو من أكبر أمراء الثورة المهدية و له باع كبير في حصار الخرطوم واسترداد مدينة الخرطوم. من أشهر الشخصيات اللي سكنت الجريف ماما صفية، ويمكن أجيال اليوم دي كلهم ما بيعرفوا ماما صفية. ماما صفية مذيعة قديرة جدا، كانت بتقدم برنامج الأطفال في التلفزيون وفي الإذاعة السودانية، وبرضو من مشاهير الجريفات الأستاذ الرشيد أحمد عيسى النقيب العام لنقابة الدراميين العامة. بكده نكون قدمنا ما عندنا من معلومات عن الجريف، وإن كانت ذات تاريخ أكبر مما قلنا، ولكن هذا ما سمح به الوقت. وإلى أن نلتقي مع حي آخر من أحياء مدينة الخرطوم، إلى اللقاء.